مدبولي يستعرض مستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتيسيرات واسعة لجذب المزيد من الاستثمارات. مشروع قانون تقنين مخالفات البناء والتصالح فيها في قلب مناقشات مجلس الشيوخ غدا. استقالة رئيسة تايوان من رئاسة الحزب الحاكم بعد نتائج غير مرضية للانتخابات المحلية، وبكين تعتبر النتائج إيجابية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على إتاحة كل التيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. أشار رئيس الوزراء خلال لقائه وزير الكهرباء محمد شاكر إلى استعراض مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر. أشار إلى ما تم توقيعه من اتفاقات ومذكرات تفاهم على هامش مؤتمر المناخ، خاصة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، حيث قدم وزير الكهرباء عرضا حول موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة القائمة والجاري تنفيذها، مشيرا إلى استراتيجية قطاع الكهرباء في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة في عام 2022. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع محافظ بورسعيد عادل الغضبان لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالمحافظة. تناول اللقاء استعراض مشروعات إضافة للخطة الاستثمارية ومشروعات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومقترحات لتطوير منطقة المثلث، والذي سيعود بعائد مادي على الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمقيمين بالمنطقة لحين إنشاء تجمع حضري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة للعمل على توجيه موارد الدولة واستغلالها في مشروعات أخرى. يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا تقرير اللجان المشتركة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. كانت اللجان المشتركة قد شهدت خلال الأيام الماضية مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة للخروج بتشريع يحقق الاستدامة في نطاق التنمية العمرانية ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون، وكذا رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا اليوم لاستعراض أجندة محاور الحوار الثلاثة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويسعى مجلس الأمناء خلال الاجتماع إلى إقرار محاور الحوار الثلاثة، وذلك بعد أن انتهى خلال جلسات سابقة من تحديد ملامح قضايا المحور السياسي وبعض قضايا المحور الاقتصادي، وذلك تمهيدا للانطلاق الفعلي للحوار الوطني. بدأنا كان في هناك موضوعات مؤجلة من المحور الاقتصادي بدأنا بيها النهاردة، تحدثنا عن محور غاية في الأهمية وخد مساحة كبيرة وهو العدالة الاجتماعية، وده من الموضوعات المطروحة على المحور الاقتصادي. تحدثنا عن العدالة الخلية، ايه المعوقات اللي بتواجه العدالة الاجتماعية، وده طبعا التزام دستوري في عدد من مواد الدستور. تحدثنا عن الأجور والمعاشات، هيبقى ده ملف غاية في الأهمية. تحدثنا عن السياسة الضريبية، تحدثنا عن العمل وسوق العمل والبطالة والعمالة الغير منتظمة، تحدثنا أيضا عن اللي احنا ازاي يعني نحسن أوضاع المواطنين في المناطق العشوائية. قريبا من الجلسات الإجرائية كلها المجلس الأمنة، والحقيقة أنا بشوف أنه ضاع الشق الأعقد والشق الأكثر إرهاقا، لأنه أول ما يبقى عندنا خريطة واضحة لجلسات الحوار والموضوعات المنتظر مناقشتها هتجري الأمور بتلقائية وبسلاسة. يعني مستقبل الجلسات القادمة سيتم الانتهاء من المحور المجتمعي، وأيضا سيتم التوافق على اختيار أسماء الخبراء والمتخصصين الذين سوف يشاركون في الجلسات الرئيسية للحوار الوطني بعد انطلاقه.
شاركت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بفعاليات القمة السنوية لمؤسسة فاربس الشرق الأوسط تحت 30 عاما لريادة الأعمال لأول مرة بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر. ووقعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر ومنتدى شباب العالم بروتوكول تعاون مع شركة فاربس بهدف بأن تصبح هذه المؤسسة من شركاء المنتدى والأكاديمية في الشق الإعلامي من خلال إجراءات لتغطية إعلامية شاملة للمنتدى وأنشطة الأكاديمية على منصاتها المختلفة. وخلال كلمتها في القمة أكدت الدكتورة رشا راغب أن منتدى شباب العالم يهدف مشاركة الشباب لتجاربهم وتحدياتهم وأحلامهم المشتركة مع شباب آخرين في جميع أنحاء العالم، كما أشادت بدور حياة كريمة في تغيير مفهوم التبرعات في صورتها المادية إلى دعم ومساندة للفئات الأكثر احتياجا في الحصول على وظائف ومصادر كريمة للدخل. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 632 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 345 طنا من المواد الغذائية. كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط قرابة 53 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، وضبطت أكثر من 269 طنا في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، فضلا عن ضبط قرابة 24 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، إلى جانب ضبط 923 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 216 قضية خبز ناقص الوزن و172 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. كما وصلت وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 27 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 3466 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 20 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 4,348,265 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 13,290 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 7,249 طن عيني ومستندي سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 26 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 47 طن، وضبط 18 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 303 طن، وكذلك ضبط 6467 قضية مخالفات للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 284 طن دقيق بلدي. كما تم ضبط 26 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 192.5 طن دقيق وحوالي 22.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 3679 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت حوالي 280 طن دقيق وأكثر من 270 طن سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 98 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت حوالي 98 طن دقيق
وقرابة 109 طن سلع مدعومة متنوعة. كما تم ضبط 9 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 94 طن أسمنت. كما تم ضبط 283 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت حوالي 3886 طن أرز شعير. كما تم ضبط 226 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 62325 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 585,181 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 183,960 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3009 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 144 سائقا منهم. كما تم المرور على 145 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 647 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية سائقين. كما تم فحص 625 مركبة وتبين عدم مطابقة 13 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 337 سيارة و37 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 5093 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الفوزة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 715 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 900 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 1912 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 2456 مخالفة ملصقات، وضبط 16 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1385 قضية ومخالفة، أبرزها حيادة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 82,713 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 64,828,122 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 214 قضية، من بينها 118 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات و96 قضية في مجال جرائم المصنفات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 31 قضية بقيمة مالية بلغت 66,380,616 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2345 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,978,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5,198,221 جنيها.
بحث البرلمان العربي في جلسته العامة مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التي استمرت على مدار اليومين الماضيين. يأتي ذلك في إطار متابعة رصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي، ووضع إطار للدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأوضاع في فلسطين واليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال. هذا التقرير العديد من الفقرات والبنود التي تم التداول بشأنها، وعمل كل أعضاء البرلمان جاهدين لتجويد محتوى هذا القرار والبنود الداخلة فيه، وتوصلنا إلى تفاهمات عديدة لتقديم مشروع قرار يليق بحرصنا واهتمامنا بالقضية الفلسطينية، ويؤكد على دور البرلمان العربي في خدمة الدول العربية والشعوب العربية كافة. مثل ما تعرف اليوم أن جميع اللجان عرضت تقاريرها في جلسة البرلمان العربي، ومنها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تطرقت لكثير من القضايا، منها قضية الابتزاز الإلكتروني، منها قضية دعم الطفل على المستوى العربي. نقاش حيوي وجميل وملفت، ويؤدي بشكل أو بآخر إلى دينامية مختلفة في عمل البرلمان العربي، لأني من المؤمنين أن الاختلاف يولد التطور، بيد أن فلسطين هي في وجدان أبناء الأمة العربية وفي وجدان أبناء الأمة العربية جميعا، وهي محط اهتمام كل رؤساء وملوك وأمراء العالم العربي. ناقشت اللجنة الحالة الاقتصادية للدول العربية لعام 2021 بما يمهد لبناء خارطة طريق للارتقاء للحالة الاقتصادية في الوطن العربي. استقالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين من رئاسة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم للبلاد، وقالت إنها تتحمل مسؤولية النتائج الهزيلة للحزب في الانتخابات المحلية. هذا وقد فاز حزب كومين تانغ، حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، في انتخابات لرئاسة البلدية في تايبيه في انتكاسة للرئيسة في تساي إينغ وين. وكان الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان قد أقر بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية العاصمة تايبيه، وقدم مرشحه تشين شي تشونغ التهنئة لمنافسه واي تشيانغ من حزب كومينتانغ المعارض. من جانبها أثنت بكين على نتائج الانتخابات المحلية في تايوان واعتبرتها إيجابية، وقالت بكين إن الانتخابات كشفت التوجه الرئيسي للرأي العام في الجزيرة، مشيرة إلى أن المواطنين يرغبون في السلام والاستقرار. وقال مكتب شؤون تايوان في الصين إن بكين ستواصل العمل مع شعب تايوان في توطيد علاقات السلام ومعارضة استقلال الجزيرة والتدخل الأجنبي بحزم. توصل الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع استثنائي في بروكسل من التوصل لاتفاق بشأن قضية أزمة اللاجئين. جاء ذلك في محاولة لرأب الصدع في العلاقات بين فرنسا وإيطاليا بسبب رفض إيطاليا استقبال سفينة المهاجرين أوشن فايكينغ التابعة لمنظمة SOS واستقبلتها فرنسا. مخاوف كبيرة تتحرك تحت مظلة الاتحاد الأوروبي وتطفو على السطح من وقت لآخر، ولا سيما بعد خروج بريطاني. وجاءت أزمة السفينة أوشن فايكينغ الإنسانية التابعة للمنظمة غير الحكومية SOS متوسط، التي تقل 234 مهاجرا، والتي رفضت روما استقبالها واستقبلتها فرنسا، جاءت لتؤجج الخلاف بين الدولتين وتطرح أسئلة خطيرة حول تفكك الاتحاد الأوروبي. وبعد أسبوعين على الأزمة الفرنسية الإيطالية، وافق وزراء الداخلية الأوروبيون في اجتماعهم في بروكسل على خطة
عمل تشمل التنسيق سعيا منهم إلى عدم تكرار هذا الوضع. واشتعلت المساجلات قبل الوصول لاتفاق في بروكسل، حيث كرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الحديث ولدى وصوله إلى الاجتماع بأن بلاده لن تستقبل طالب اللجوء الذين يصلون إلى إيطاليا ما دامت روما لا تحترم قانون البحار. وعلى الرغم من أن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية التي تتبنى موقفا صارما تجاه المهاجرين جورجيا ميلوني شكر فرنسا التي وافقت على حد قولها على استقبال السفينة في أحد موانيها، إلا أن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران دعا روما إلى أن تقوم بدورها وتحترم التزاماتها الأوروبية. وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريت شيناس أن طريقة التعامل مع أزمة سفينة أوشين فايكينج كانت نوعا من الارتجال، ووصف الاجتماع بالإيجابي مضيفا: لدينا 20 إجراء محددا ولدينا اتفاق سياسي مهم، الجميع ملتزم بالعمل على عدم إعادة تكرار هذا النوع من المواقف. لكنه أقر بأن هذا ليس الحل النهائي، داعيا الدول الأعضاء إلى الدفع قدما بالمفاوضات المتعلقة بالإصلاحات في ملف الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي والمتعثرة منذ أكثر من عامين. استضاف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قمة دولية في كييف للدعوة إلى مبادرة بلاده الحبوب من أوكرانيا، والتي تهدف إلى تصدير الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف. أضاف زيلينسكي أن كييف تعتزم إرسال 60 سفينة على الأقل من الموانئ الأوكرانية، كما أكد الرئيس الأوكراني أن شعبه سيصمد في وجه الهجمات الروسية التي تتسبب بانتظام في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه مع حلول فصل الشتاء. وحضر القمة شخصيا رئيس المجر ورؤساء وزراء بلجيكا وبولندا وليتوانيا، بينما ألقى رئيس فرنسا وألمانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية كلمات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. هذا وقد أعلنت أوكرانيا مقاطعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب عدم قدرتها على استبعاد أو تعليق صلاحيات روسيا. وقال رئيس وفد البرلمان الأوكراني إلى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ميكينا بورتارييفا، قال خلال اجتماع الجمعية في وارسو إن اللجنة فشلت في اتخاذ قرار بشأن مصير الروس في هذه المنظمة الدولية، مؤكدا أن أوكرانيا لن تعود للمشاركة في منطقة أو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلا بعد اتخاذ قرار بشأن مصير روسيا. هذا وقد أعلنت السلطات الأوكرانية إعادة ربط المحطات النووية في البلاد لاستعادة إمدادات الكهرباء التي انقطعت بسبب القصف. وأوضحت شركة الكهرباء في أوكرانيا أن العجز في الطاقة الكهربائية وصل إلى 30%، مطالبة الأوكرانيين بترشيد استهلاكهم. بعد ظلام دامس عم أرجاء واسعة من أوكرانيا، أعادت السلطات الأوكرانية إمدادات الكهرباء تدريجيا إلى ملايين الأشخاص الذين عاشوا ساعات طوالا دون كهرباء جراء القصف. السلطات الأوكرانية تمكنت من إعادة ربط المحطات النووية الأربع في البلاد، وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية يوكرينيرجو إن العجز في الطاقة الكهربائية وصل إلى نسبة 30%، مما استلزم مطالبة الأوكرانيين بترشيد استهلاكهم. كما أوضحت أن استعادة نظام الطاقة مستمرة على مراحل، وأن طواقم الإصلاح تعمل على مدار الساعة. وانطلاقاً من أهمية قضية توفير مصادر الطاقة في أوكرانيا، تفقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أحد مراكز الطوارئ التي تم إنشاؤها في إحدى البلدات في شمال العاصمة كييف بهدف توفير التدفئة والاتصالات اللاسلكية والمياه. الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورها أعلنت أن المحطات النووية الثلاث في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا تمت إعادة توصيلها بشبكة الكهرباء قبل عودة المحطة الرابعة في زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا للعمل. وبينما تؤكد روسيا أن هجماتها تستهدف البنية التحتية الأساسية ذات الطابع العسكري، وأن كييف قادرة على إنهاء ما وصفته بمعاناة الشعب الأوكراني
إذا ما استجابت للمطالب الروسية. تواصل أوكرانيا التأكيد على أن الهجمات الروسية تهدف إلى مفاقمة معاناة المدنيين وتمثل جريمة حرب. أعلن كيريل تيموشانكو نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني عودة الكهرباء إلى العمل في مدينة خيرسون. وأوضح تيموشانكو أن السلطات الأوكرانية ستعمل على إمداد البنية التحتية الحرجة للمدينة أولا بالكهرباء قبل إمداد المستهلكين في المنازل بالكهرباء، وذلك في أعقاب تراجع القوات الروسية في المنطقة. أكدت المخابرات العسكرية البريطانية أن روسيا تعمل على إزالة رؤوس نووية من صواريخ كروز نووية متقادمة قبل إطلاقها على أوكرانيا. وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن صورا أظهرت حطام صاروخ كروز تم إطلاقه من الجو على أوكرانيا، ويبدو أنه كان مصمما في الثمانينيات من القرن الماضي كنظام قصف نووي. وأضافت أنه يجري على الأرجح وضع ثقل مكان الرؤوس الحربية، مشيرة إلى أنه مثل هذه التصرفات الروسية توضح مستوى نفاد مخزوناتها من الصواريخ طويلة المدى بحسب الدفاع البريطاني. إلى ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية استعدتها لإثني عشر شخص من بينهم ثلاثة مدنيين ضمن عملية تبادل للأسرى مع القوات الروسية. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة تسعة أسرى روس في إطار عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا. وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة جاءت نتيجة لعملية التفاوض مع الجانب الأوكراني، حيث كان الأسرى يواجهون خطر الموت في الأسر داخل الأراضي الأوكرانية. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. تواصل موجة الاضطرابات العمالية التي تجتاح بريطانيا وعمال النظافة في وسائل النقل أحدث المحتجين. تواصل عدد من النقابات العمالية في بريطانيا تواصلوا لمواصلة إضرابهم عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور. هذا وقالت نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل إن عمال النظافة بقطاع النقل انضموا اليوم إلى الإضراب. وتواجه بريطانيا اضطرابات عمالية واسعة النطاق في الفترة التي تسبق عطلة العام الجديد وحتى يناير المقبل للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. يشارك عمال السكك الحديدية والعاملون في التمريض والأطباء والمعلمون وكذلك العاملون في خدمات الطوارئ والخدمات البريدية والاتصالات في الإضرابات العمالية أو يخططون للمشاركة. أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية حظر بيع معدات شركات صينية للاتصالات. وذكرت اللجنة أن هذه القواعد الجديدة هي جزء مهم من إجراءات واشنطن لحماية الأمريكيين من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات. وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات الأمريكية مثل هذه الخطوة لأسباب أمنية، حيث قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن القرار يستهدف شركات تعتبر تهديدا للأمن القومي لأمريكا ولا يسمح بموجبه بإعطاء إذن لتسويق أي منتج جديد لها على الأراضي الأمريكية. أكد البنك المركزي الأوروبي أن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. هذا ويخشى المركزي الأوروبي الدخول في دوامة زيادة مرتبطة بالأجور، ما قد يتسبب بفشل توقعاته بعودة التضخم تدريجيا إلى الهدف الذي حدده بنسبة 2%.
في ظل تفاقم أزمة الاقتصاد العالمي، ظهرت تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي من زيادة الأجور، حيث رأى رئيس قسم الاقتصاد في البنك أن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء كورونا والأزمة في أوكرانيا. البنك المركزي الأوروبي أكد أن زيادة الأجور ستكون المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال السنوات المقبلة، وأنه مع تخطي التضخم عتبة 10% خلال الخريف في منطقة اليورو، يخشى المركزي الأوروبي الدخول في دوامة زيادة في التضخم مرتبطة بالأجور، مشيرا إلى أن الأسعار قد تتسبب بفشل توقعاته بعودة التضخم تدريجيا إلى الهدف الذي حدده بنسبة 2%. المركزي الأوروبي أشار إلى ألمانيا كمثال، حيث حصل حوالي 4 ملايين موظف في القطاع الصناعي المتعلق بالإلكترونيات والتعدين على زيادة في الأجور بنسبة 8.5% خلال عامين. البنك المركزي الأوروبي أوضح أن هذه الزيادات أعلى من المستوى الاعتيادي، لكنها تعكس بجزء كبير منها آلية التعويض عقب انخفاض الأجور الفعلية المسجل منذ منتصف عام 2021، حين أدت زيادة أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى ارتفاع حاد في التضخم في العالم وتراجع في القدرة الشرائية. أكد رئيس كازاخستان المنتخب قاسم توكاييف أن العلاقات مع روسيا والصين تمثل أولوية لبلاده. جاء ذلك بعد أدائه اليمين الدستورية كرئيس للبلاد. وكانت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان قد أعلنت فوز توكاييف بالانتخابات الرئاسية وحصوله على 81.31% من الأصوات. وقعت السلطة والمعارضة في فنزويلا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي اتفاقا جزئيا ثانيا على صعيد الحماية الاجتماعية، وذلك في ختام مفاوضاتها، وتهدف هذه الاتفاقية إلى كسر الجمود بين الحكومة الفنزويلية والمعارضين السياسيين وسط نزوح جماعي لمواطني البلاد على مدى العقد الماضي فرارا من الأحوال الاقتصادية المتردية. وتتم هذه المفاوضات بوساطة نرويجية وبرعاية من الولايات المتحدة وفرنسا والمكسيك وكولومبيا. كانت المفاوضات قد توقفت منذ أكثر من عام واستؤنفت بشكل غير رسمي على مدى الأشهر الماضية. أعلنت الكونغو الديمقراطية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 20 من ديسمبر من عام 2023، وأوضحت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بالكونغو أنه يوجد عدة تحديات، من بينها لوجستيات نقل مواد الاقتراع لألاف الأميال، وكذلك المخاوف المتعلقة بالصحة حول وبائي إيبولا وكورونا، والاضطرابات التي أجبرت مئات الألاف على الفرار من منازلهم. هذا وقد تعهدت الحكومة بالالتزام بالجدول الزمني بعقد الانتخابات احتراما للدستور. أفادت وكالة أنباء بيلاروسيا الرسمية بوفاة وزير الخارجية فلاديمير ماكي بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 64 عاما. وشغل ماكي منصبه منذ عام 2012، وشارك في مؤتمر منظمة معاهدة الأمن الجماعي الذي عقد الأسبوع الماضي في ريفان، وكان مقررا له أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين المقبل. كان ماكي أحد المبادرين بجهود تحسين علاقات بلاده مع الغرب، وكان منتقدا لروسيا خلال الاحتجاجات التي اندلعت قبيل الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا عام 2020، إلا أنه غير موقفه بشكل مفاجئ بعد ذلك. هذا وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن صدمتها من هذا النبأ. شهدت قرية الموهوب بمركز ومدينة الدخلة بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. واستمرت القافلة لمدة 2 يوم، تم خلالهما توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية بإجمالي 450 حالة، وتم صرف العلاج من صيدلية القافلة الطبية بالمجان. تأتي تلك القافلة في إطار توجيهات الدولة للوصول للقرى النائية بالمحافظات الحدودية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.
عقدت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للجامعات من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية في قرى محافظات حياة كريمة، وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات. ويأتي بروتوكول التعاون من أجل تنسيق والتعاون المشترك وتكامل الجهود المبذولة بين مؤسسة حياة كريمة والمجلس الأعلى للجامعات مع كافة الشركاء بهدف تنفيذ المبادرات خاصة في المجال الصحي لتحسين جودة حياة المواطنين بما يحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة. سلم محافظ المنيا أسامة القاضي 100 جهاز عروس مقدمة من مؤسسة حياة كريمة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء المحافظة، وذلك ضمن مبادرة يدوم الفرح والتي يتم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جاء ذلك خلال احتفالية كبرى أقامتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة بالمسرح الروماني بكورنيش النيل. وأكد المحافظ أن المبادرة تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية، ونجحت في توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في أنشطة المبادرة، لافتا إلى أن المبادرة امتدت رعايتها للجوانب الاجتماعية للمواطن. انطلقت بقرية أوليلة مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية قافلة ستر وعافية، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تعتبر قافلة ستر وعافية هي أول قافلة شاملة للتحالف الوطني، والهدف منها هو رفع العبء عن كهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم. من جانبها أوضحت رئيس قطاع المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة سيمون ناصر أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية. الخدمات المتكاملة اللي بننزل بيها لكل القرى والمراكز لخدمة أهالينا، سواء في الجانب الطبي أو الجانب تقديم المساعدات الغذائية، سواء من خلال منافذ أو من خلال تطرق الأبواب. عندنا جانب توعوي خاص بالأطفال النهاردة من خلال صناع الحياة، وعندنا معرض للملابس من خلال صناع الحياة ورسالة مشاركين فيه. دورنا إن احنا ننظم كل سير العمل داخل القافلة مع باقي المؤسسات علشان نقدر إن احنا نخلي المتطوعين دول يقدروا يشاركوا مع المستفيدين، يساعدوا المستفيدين، وان هو يتعلموا انشطه مختلفه على اختلاف اعمارهم الموجوده داخل القافله. هدفنا ان احنا نوحد القوه بتاعه التحالف كلها، كل المؤسسات بنتحد مع بعض ان احنا نوصل الخدمه لاهالينا في القرى الاكثر فقرا في المحافظات اللي تابعه لينا. افتتح مكتب بريد العتبة بعد تطويره في إطار خطة الدولة للاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مكاتب البريد. يهدف التطوير إلى تحقيق مستهدفات استحداث خدمات بريدية تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع. خطوة هامة في إطار تطوير مكاتب البريد المصري بإعادة افتتاح مكتب بريد القاهرة الرئيسي الذي يقع في منطقة العتبة التاريخية بعد تطويره، والذي يقع على مساحة 9800 متر مربع. تطوير بدأ بترميم هذا المكان التاريخي العريق للحفاظ على تراثه الثقافي ورونقه المعماري، بالإضافة لتزويده بكل الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تشمل خدمات مصر الرقمية، والتي تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة كافة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. المكتب مزود بكل الوسائل التقنية والتكنولوجية لخدمة عملاء البريد من المواطنين على نحو محدث ويرتكز على المنظومات الرقمية. طبعا هذا يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بالبريد المصري. المكاتب البريد في كل المحافظات نجحنا في تطويرها، زي ما ذكر معالي الوزير احنا سابقين في الخطة بتاعتنا في 4300 مكتب ونسب بتعدي 80%. عندنا في حياة كريمة
أكثر من 860 مكتب نجحنا في تطوير أكثر من 75% من هذه المكاتب، مستمرين في إضافة مكاتب جديدة. مكتب بريد القاهرة الرئيسي هو أقدم وأهم المكاتب تاريخيا، وأصبح بعد تطويره أكثر أهمية لما يقدمه من خدمات، حيث يحتوي المكتب على 32 نافذة لخدمة العملاء، بالإضافة لنافذة خاصة لذوي الهمم، فضلا عن تجهيزه بثلاث ماكينات صراف آلي تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم كل الخدمات المالية والحكومية والمجتمعية، فضلا عن ساحات انتظار للمواطنين وتهيئة بيئة عمل مثالية وتجربة فريدة للعملاء. الهيئة القومية للبريد بتقوم منذ فترة قصيرة بتطوير معظم فروعها، ونجحنا ان احنا نطور اكتر من 3200 فرع، تم تحديثهم وتم امدادهم باحدث الانظمة واحدث الاجهزة واحدث وسائل التعامل مع الجمهور. الخطة بتاعتنا للتطوير بتاعة المكاتب او المباني الاثرية الحقيقة شغالين عليها من اكتر من سنة ونص. ابتدينا الاول بتطوير مبنى بريد اسوان، وبعد كده مكتب الشلال برضو في اسوان، والحقيقة لما ابتدينا ندور على مبنى بعد الرد الفعل الإيجابي اللي حصل في مبنى أسوان ما لقيناش أحسن من مكتب القاهرة الرئيسي، نظرا لأن فيه عناصر معمارية جميلة جدا وجواهر فعلا تعتبر مطموسة. ما بقاش فيه عطلة زي الأول بنقف طوابير كتير، لا الدنيا مشيت على طول بسهولة كده ويسر. خدمة ممتازة عكس الأول خالص، يعني كذا شباك وكذا أستاذ بنتعامل معاه وخدمة ممتازة يعني بسم الله ما شاء الله. بهذا التطوير تغير مفهوم مكاتب البريد ليصبح مكانا خدميا وترفيهيا بجمال تصميمه وهيئته، ليتم استكمال منظومة تطوير مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لتقدم خدمة تليق بالمواطنين. محمود جميل، التلفزيون المصري. والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. باقة من الأخبار الاقتصادية وأخبار المال والأعمال بصحبة مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا محمد عبدو، شكرا هبة حسين. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء، مشددة على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم والمستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بواقع 5 أرغفة يوميا وبإجمالي 150 رغيفا شهريا بسعر 5 قروش للرغيف دون أي انتقاص. اهتمام غير مسبوق بالحرف اليدوية تشهده الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وتوفر تلك الحرف التراثية فرص عمل للشباب وتساعد على تمكينهم اقتصاديا، ما دفع بالدولة لتشجيع إنشاء المعارض بجميع المحافظات وعلى رأسها محافظة مطروح. جهود حثيثة تبذلها الدولة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية، حيث تحرص الدولة على النهوض بهذه الصناعة التي تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة. وفي محافظة مطروح افتتح المحافظ خالد شعيب معرض الصناعات الحرفية والتراثية بواحة سيوة، وذلك في مركز الصناعات الحرفية بسيوة، حيث يأتي المعرض تحت رعاية محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية من خلال مشروع أيادي مصرية. نقدم فقط المعرض المنتجات ومعرض التراث والحرف اليدوية من خلال مركز تدريب الحرف اليدوية والتراث في سيوة، بنشجع أبنائنا وبناتنا ومنتجاتهم. النهاردة إن شاء الله المعرض يعني حقيقة الواحد سعيد بالمنتجات اللي عاملينها الشباب والبنات. ويضم المعرض عددا من المشغولات اليدوية لعدد من العارضين من جميع محافظات الجمهورية من أجل الحفاظ على البيئة وتشجيع الشباب ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم. معنا ناس مشاركة من محافظات تانية وده دعم للسياحة، بنشكرهم جدا على اهتمامهم بالهاند ميد ومجال الهاند ميد معانا. النهاردة بشارك في المهرجان في سيوة دعم السياحة في سيوة،
نازلة بمنتجات جلد طبيعي هاند ميد 100% من أول الصبغة، من أول ما بشتري جلد من التاجر أنا اللي بصبغ، أنا اللي بحط ديزاين، أنا اللي برسم، أنا اللي بلون، وأنا اللي بخيط لحد المنتج ما بيطلع زي ما حضراتكم شايفين كده. ويأتي معرض الصناعات الحرفية والتراثية بواحة سيوة ليجسد اهتمام الدولة بهذه الصناعات، مما يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية، فضلا عن فتح أسواق تصديرية للخارج. في أسواق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب عند 1754 دولار للأوقية، أما محليا فارتفعت أسعار الذهب لتسجل 1217 جنيه بالنسبة لعيار 18، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1450 جنيه، بالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1624 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب الذي وصلت قيمته إلى 11440 جنيه. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط مع انخفاض السيولة بالسوق وسط قلق بشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب سقفا لسعر الخام الروسي، هذا وقد تراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2% لتبلغ 83 دولار و63 سنتا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 2.1% لتسجل 76 دولار و28 سنتا للبرميل، هذا وقد انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.98% لتصل إلى 3.21 دولار للتر، كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بنسبة 3.89% لتسجل 7.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من مستوى سالب بي بي إلى بي بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. أشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة للتحسن الملحوظ في الأداء المالي للدولة وتحسن أداء ميزان المدفوعات في إطار الخطة المالية متوسطة المدى للحكومة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط. أظهرت بيانات زيادة عدد متسوق الجمعة السوداء في جميع أنحاء بريطانيا بنسبة 3.7%، كانت الزيادة بقيادة المتاجر الكائنة في الشوارع الرئيسية، وارتفع الإقبال بسبب التجمعات لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم، لكن البيانات أظهرت أن عدد المتسوقين في يوم الجمعة السوداء لا يزال منخفضا بنسبة 21.3% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا. في الولايات المتحدة الأمريكية هيمن التضخم على عروض الجمعة البيضاء، وأكدت مؤسسة سيلز فورس الأمريكية المعنية بتعقب المبيعات عبر الإنترنت استجابة التجار الكبيرة لتقديم عروض أكثر جاذبية رغم إحجام الكثير من المواطنين عن الإنفاق. تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في ارتفاعات بأسعار المواد الغذائية والإيجارات والبنزين والضروريات الأخرى التي هيمنت على العروض التجارية داخل الأسواق والمتاجر الكبرى في شهر نوفمبر الجاري. وبينما يبحث المتسوقون الأمريكيون عن أفضل العروض في المتاجر وعبر مواقع الإنترنت المختلفة، يقدم تجار التجزئة خصومات جديدة لإغراء المستهلكين المتحمسين لبدء شراء هدايا العطلات، غير أن التضخم ما زال هو المهيمن على الأمر. وكالة أسوشيتد بريس أكدت أن الكثير من المواطنين أصبحوا أكثر انتقائية ويحجمون على الإنفاق حال عدم حصولهم على تخفيضات كبيرة، بينما يفضل البعض اللجوء أكثر إلى المدخرات أو التحول إلى خدمات الشراء الفوري مع الدفع في وقت لاحق، والتي تسمح بالدفع على أقساط أو تشغيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم في وقت قرر الاحتياطي الفيدرالي فيه رفع أسعار الفائدة لتهدئة ركود الاقتصاد الأمريكي. مؤسسة
مؤسسة سيلز فورس الأمريكية المعنية بتعقب المبيعات عبر الإنترنت أشارت إلى استجابة التجار الكبيرة للزبائن من خلال تقديم عروض أكثر جاذبية عبر الإنترنت بعد تقديم خصومات باهتة في الغالب في وقت سابق من الموسم. كما لفتت إلى بلوغ متوسط معدل الخصم في الولايات المتحدة على جميع السلع عبر الإنترنت نسبة 31% خلال عطلة عيد الشكر، ارتفاعا من 27% في العام السابق. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع هبة ومحمد. أشكرك مصطفى. أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصول السفينة السياحية العملاقة سبلنديدا بميناء السخنة التابع للهيئة. يأتي ذلك في إطار التوجه نحو تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية وضمن برنامج متكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والممتد من شهر مارس من عام 2022 إلى شهر ديسمبر القادم. والآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسعة. أخبار المنافسات الرياضية المختلفة مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. من جديد شكرا هبة وشكرا محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا ومحطتنا الثانية، نستعرض في أحوال الكرة والملاعب ومتابعة لمباراة كأس العالم. البداية في هذه الجولة الرياضية مشاهدين الكرام من مباراة كأس العالم قطر 2022، حيث قدمت السعودية أداء جيدا لكنها خسرت بنتيجة هدفين مقابل لا شيء أمام بولندا في المجموعة الثالثة. هذا وقد رفعت بولندا والتي تعادلت بدون أهداف مع المكسيك في المباراة الأولى، رفعت من رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة متفوقة بنقطة واحدة على السعودية، والتي حققت واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم بالفوز بهدفين لهدف على الأرجنتين في الجولة الافتتاحية. كانت تونس قد خسرت بنتيجة هدف مقابل لا شيء من أستراليا لتتعقد مهمة التأهل لدور 16. جمعت تونس نقطة واحدة من مبارتين بعد تعادلها مع الدنمارك في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة. هذا وتملك أستراليا الآن 3 نقاط فيما ستلعب تونس مع فرنسا في الجولة الأخيرة والحاسمة. في مباراة أخرى أحرز كيليان مبابي هدفين ليصبح منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى دور 16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على الدنمارك. هذا وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن استراليا، بينما تملك الدنمارك وتونس نقطة واحدة لكل منهما ضد استراليا وتلعب يوم الأربعاء القادم، بينما تلتقي تونس مع فرنسا. تقام الآن مشاهدين الكرام مباراة الأرجنتين والمكسيك، ويحتاج فيها راقص التانجو اللي بقيادة ميسي للفوز من أجل تعزيز فرصهم للتأهل للدور التالي بعد الخسارة من السعودية في الجولة الأولى، بينما تعادل منتخب المكسيك بدون أهداف مع بولندا. تشير نتيجة المباراة حتى الآن إلى تعادل الفريقين دون أهداف. للمزيد من المتابعة والتحليل ووضع المشاهد الكريم في ضوء ما يجرى على أرض قطر من مباراة كأس العالم حول مباراة اليوم، هناك ينضم إلينا مباشرة وعبر زوم أمام استاد لوسيل بقطر الزميل محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري. محمود أهلا بك أولا على شاشة التلفزيون، أرجو لك أن تنقل لنا الأجواء لديك وأهم المباراة التي دارت على استاد لوسيل اليوم. برحب بك أكيد يا مصطفى، وبرحب بجميع مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان من هنا من العاصمة القطرية الدوحة، تحديدا من المدينة اللوسيل وأمام استاد اللوسيل، إحدى أقوى وأكبر وأجمل الاستادات اللي موجودة هنا في قطر اللي بيقام عليه حاليا وأنا بكلمك دلوقتي مباراة الأرجنتين والمكسيك، وهي طبعا قمة المباريات النهاردة. عاوزين النهاردة كان في مباريات كتيرة جدا، ولكن اليوم للأسف كان حزين على الجماهير العربية بخسارة
للمنتخب التونسي والمنتخب السعودي مفاجأتين، مش بس خسارة المنتخب التونسي ولكن الأداء السيء اللي كان عليه المنتخب التونسي. مباراة النهاردة كانت في الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة، مباراة كانت ما بين المنتخب التونسي والمنتخب الأسترالي، واللي المفروض كان المباراة كانت في المتناول لمنتخب تونس خصوصا بعد الأداء الأكثر من هايل اللي عملته تونس في مباراة الدنمارك الأولانية، والدنمارك واحدة من أقوى فرق المجموعة، ولكن الأداء المنتخب التونسي كان سيء جدا جدا، وتلقوا هدف في الشوط الأولاني وخلصت المباراة زي ما خلصت عليها الشوط الأولاني 1-0، وتونس بتفقد شوية الأمل إن هي تروح للدور الثاني، ولو إن تونس النهاردة كان بس لو كانت فازت بالمباراة أو تعادلت كانت ممكن أملها كبيرة جدا جدا في المباراة الجاية، خصوصا إن المباراة الجاية مطالب تونس إن هي تكسب فرنسا مع انتظار نتيجة المواجهة الأخرى من فرق المجموعة. هل نستطيع محمود القول بأن الأمل ما زال موجودا أمام الفرق العربية، سواء الفرقة السعودية أو فرقة تونس أو حتى الفرق الأخرى؟ الأمل لم يفقد بعد حتى هذه اللحظة؟ لا، لحد دلوقتي منتخب تونس لسه عنده أمل، ولكن الأمل بسيطة مصطفى بسبب أن هم هيلعبوا فرنسا. فرنسا هي دلوقتي المنتخب الوحيد اللي لحد دلوقتي هو اللي تأهل للدور الثاني من مباريات الجولة الثانية بحصوله على 6 نقاط حتى الآن، فطبعا هتبقى مواجهة صعبة جدا مع أبطال العالم والمنتخب التونسي. ما نعرفش هل ساعتها بقى منتخب التونسي مطالب أنه يكسب بأكتر من هدف، وبرضه في انتظار المباراة الأخرى هتكون ما بين أستراليا والدنمارك اللي على أساسها منتخب التونسي هيبقى مطالب أنه يكسب منتخب فرنسا بعدد أهداف كبير. ولكن عاوز أكلمك عن المنتخب السعودي اللي الكل النهاردة كان حزين جدا بسبب المستوى يعني اللي كان عليه منتخب سعودي النهاردة، كان جميل جدا ولكن قبله سوء حظ كبير، وهو سالم الدوسري واحد من أفضل وأحسن اللعيبة اللي موجودة في المنتخب السعودي واللي أحرز هدف الفوز في مباراة الأرجنتين المباراة الأولانية، ضيع ضربة جزاء في الشوط الأولاني، ومنتخب السعودي أضاع فرص كتيرة جدا 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 قصاد الناحية الثانية منتخب بولندا ليفاندوفسكي واحد من أفضل الفراودة ومن أفضل رؤوس الحربة اللي موجودة في العالم بيحرز النهاردة هدف الفوز 2-0 في الدقائق الأخيرة عشان تنتهي المباراة. وعاوز أقول لك إن لو كانت السعودية بس تعادلت النهاردة لو تعادلت بس خدت نقطة بالظبط كان الموضوع يبقى مختلف بشكل كبير جدا. بس ممكن يعني برضو بس محمود ان احنا نشيد باداء المنتخب السعودي في المباراه الاولى امام الارجنتين والجهد الكبير اللي بوزل والشكل الحضاري اللي ظهرت بيه المباراه والقوه والنديه ما بين كره يعني تلعب من اكثر من 100 سنه في البرازيل او في الارجنتين او في امريكا اللاتينيه وفي منطقتنا العربيه. المنتخب السعودي الكل اشاد بالاداء البطولي اللي عمله الفرمر فاتت. خليني اكلمك تاني واسالك محمود وانت وجودك معانا عن التنظيم وعن الوجود وان الكاس العالم بينظم في منطقتنا العربيه لاول مره، شعورك ايه وشعور المشاهد والمواطن العربي عندك؟ طبعا كاس العالم يعني قلت في كذا مره والناس كلها بتتكلم ان كاس العالم في قطر التنظيم حتى الان اكتر من رائع، ما فيش اي مشاكل خالص، ما سمعناش عن اي مشاكل. كان في حرب كبيره جدا يعني قطر بتتهاجم بشكل كبير جدا لمجرد ان هي دوله عربيه بيقام عليها كاس العالم، ولكن احنا قادرين كعرب ان احنا نعمل كاس عالم قوي جدا جدا. وعاوز اقول لك من الناحيه التنظيميه كل حاجه سهله وكل حاجه متيسره ومفيش اي مشاكل خالص، سواء عن طريق المترو ووسائل المواصلات عن طريق الباصات، في سهوله في كل حاجه، مفيش اي مشاكل خالص تنظيميه ولا اي مشاكل، ولا سمعنا عن حوادث سرقه، وفي سهوله ويسر في الدخول والطلوع من الاستادات، بيقفلوا دايما محيط الاستاد للسيارات خالص، والوصول دايما بيبقى بالمترو او عن طريق الباصات اللي موفراها الحكومه القطريه وموفرها الفيفا، ففي سهوله كبيره جدا جدا في التنقل من استاد لاستاد. وعاوز اقول لك ان انت ممكن تروح من اخر استاد في الدوحه لاول استاد في الدوحه عن طريق 45 دقيقه، يعني كاس العالم الوحيد اللي في التاريخ اللي انت ممكن تحضر فيه مباراتين في نفس اليوم هو كاس العالم اللي معمول في قطر. فطبعا التنظيم اكتر من رائع، بنحيي اكيد دولة قطر على هذا التنظيم، وكنا نتمنى طبعا وجود المنتخب المصري بسبب ان في جاليات كتيره جدا جدا هنا عربيه، والجاليه المصريه طبعا دايما موجوده في كل مكان، والجاليه العربيه المصريه هي اكتر جاليه موجوده في العرب، يليها طبعا الجاليه التونسيه، وبرده المشجعين السعوديين كتروا بشكل كبير. ان شاء الله نبقى موجودين يا محمود مع في كاس العالم في 26. شكرا ليك يا محمود على نقل الصوره كما ينبغي بالشكل المطلوب. شكرا زميلنا مراسل التلفزيون محمود شاكر، شكرا لك جزيل الشكر محمود.
في كأس مصر حقق نادي الزمالك فوزا صعبا على المصري البورسعيدي بهدف دون رد ضمن منافسات دور الثمانية، وأحرز سيد عبد الله نيمار هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 58 من زمن المباراة، لينتظر الزمالك في نصف النهائي الفائز من مباراة البنك الأهلي وبيراميدز. انتهت هذه الجولة الرياضية مشاهدين الكرام، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة، نعود لاستكمالها مع الزملاء محمد وهيب. شكرا لك مصطفى. فنان من الطراز الأول نجح في الاستحواذ على إعجاب المشاهدين بالرغم من تميزه بأدوار الشر خفيفة الظل، وخلدته ذاكرة المشاهد عن طريق حفظ عباراته المميزة التي ما زالت تتردد حتى يومنا هذا. إنه الفنان الراحل توفيق الدقن الذي يوافق اليوم 26 نوفمبر ذكرى رحيله عن عالمنا. والآن موعدنا مع وقفة خاصة لاستعراض الأحوال الجوية وأخبار الطقس في نشرة التاسعة. محطة أخيرة مع مصطفى ميزار، إليك. شكرا هبة من جديد، شكرا محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجة الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظة مدن الجمهورية العظمى، في القاهرة 22 والصغر 15 الجو معتدل، الإسكندرية 22 16 أيضا الجو معتدل، في مطروح 22 14 معتدل، في بورسعيد 22 17 معتدل، في إسماعيلية 23 15 أيضا الجو فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 والصغرى 15 ويكون الجو فيها معتدل، في العريش 22 16 يكون الجو معتدل، في طابة 22 15 يكون الجو فيها أيضا معتدل، في شرم الشيخ 26 19 معتدل، في الغردقة 26 18 الجو فيها معتدل، في محافظة الأقصر العظمى 26 والصغرى 15 الجو فيها معتدل، في أسوان 26 15 معتدل، في الوادي الجديد 24 15 معتدل، في شلاتين 27 21 معتدل، وأخيرا في حلايب 25 20 والجو فيها معتدل. الآن مشاهدين الكرام نترك حضراتكم مع درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. انتهت نشرة التاسعة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مدبولي يستعرض مستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتيسيرات واسعة لجذب المزيد من الاستثمارات. مشروع قانون تقنين مخلفات البناء والتصالح فيها في قلب مناقشات مجلس الشيوخ غدا. استقالة رئيسة تايوان من رئاسة الحزب الحاكم بعد نتائج غير مرضية للانتخابات المحلية، وبكين تعتبر النتائج إيجابية. نهاية نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة متواصل معكم والإعلامي يوسف الحسين. مساء الخير يا يوسف. مساء النور، ازيك يا هبة؟ ازيك يا محمد، عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ كله تمام؟ على ما يبدو إن احنا راكبين القطر بتاع الهيدروجين الأخضر وأزحين يعني. صحيح. على ما يبدو ذلك ولا ايه؟ ده التوجه وده المطلوب الحقيقة. أعتقد كده. في الداخل المصري وعالميا. هنتحول إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة، صح؟ ده أكيد هيحصل يعني إن شاء الله الفترة اللي جاية. وشفنا كمان يعني نتائج مؤتمر أو قمة المناخ، صح، كانت يعني بتأكد الطريق ده، إن احنا إن شاء الله في اتجاه نبقى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة كلها. ده البترول الجديد، أنا رامي على كده يعني. الدنيا هتتغير. أشكركم وأستأذنكم نبدأ فقراتنا. شكرا.